لوحت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بالدخول في إضراب مفتوح إذا لم يتم التعاطي مع مطالبها من طرف الجهات الوصية على التعليم في البلاد. وأعلنت النقابة في بيان صادر عنها أنها قد تقاطع الإشراف على الامتحانات النهائية إذا لم تنفرج ما وصفتها بالأزمة الخانقة التي تقول إن التعليم الموريتاني يعاني منها. في هذا الحر الشديد، في هذا الظرف الاستثنائي، إذا نختار نقول ومعنا في الاستوديو مولاي الزين والسيدي امين الاعلام في النقابه الحره للمعلمين الموريتانيين. اهلا وسهلا بك. اهلا بك استاذ مولاي الزين. بدايه، النقابه لوحت بمقاطعه الاشراف على الامتحانات النهائيه وباضراب مفتوح اذا لم يتم التعاطي مع مطالبها او تعاطي معها وفق هذه المطالب. هل حصل تعاطي معها حتى الان؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا اشكركم على هذه السانحه التي ساحاول من خلالها تسليط الضوء على واقع المعلم او على ما ادى بنا الى تلك الوقفات والتوقفات عن العمل. اجابه على سؤالكم، حتى الساعه لم تتعاطى الوزاره او الجهات المعنيه مع مطالبنا او مع عريضتنا المطلبيه التي قدمناها لها. نظمنا في النقابه الحره للمعلمين الموريتانيين عده وقفات، كانت اولاها في شهر مارس المصرم 21 شهر مارس المصرم ما اسميناه حينها بخميس الغضب التي انتفض خلالها كل المدرسين على عموم التراب الوطني، استجابه لنداء النقابه الحره للمعلمين الموريتانيين، استجابه لنداء مطالبهم الملحه، تلك المطالب المشروعه التي نرى انه لا بد للوزارات ولا بد للجهات المعنيه من النظر فيها بعين الاعتبار ومن تلبيتها ومن فتح باب للحوار مع النقابه الحره للمعلمين الموريتانيين بوصفها نقابه جاده تسعى الى اصلاح التعليم بالدرجه الاولى. نقابه درست التعليم او حددت ما يعاني منه التعليم، لكن هذا الاضراب الذي دعت اليه النقابه وخرج فيه المدرسون والمعلمون لم يجد تعاطي، اعطيتم اشعار للجهات المعنيه، يعني اكيد هناك كان تعاطي من نوع ما. لا، التعاطي للاسف كان عن طريق القمع، قمع الوقفه التي نظمنا مؤخرا او توقفنا عن العمل التي نظمناها في يوم امس امام وزاره التدريب الوطني. التعاطي الذي وجدناه من الوزاره الوصيه للاسف التام كان قمع المدرس المعلم عن المطالبه بحقه حينما نظمنا تلك الوقفه. نظمنا مارسنا حقنا في الاضراب، حقنا في المطالبه بتحسين ظروف المعلم، ظروف الماديه والمعنويه للمعلم. طالبنا باصلاح التعليم ما وجدناه من وزارتنا الوصيه. ما التعاطي الذي حصل من الوزاره الوصيه هو ضد ذلك 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 الاعتصام الذي قررناه بعد الوقف، ضده حينما استدعت الوزارة المعنية شرطة مكافحة الشغب بدلا من أن كان هناك إشعار بهذا الإضراب. طبعا التوقف عن العمل الجزئي عادة لا يوضع إشعار لدى الوزارة به، لأننا لم نضرب عن العمل بصفة مطلقة، إنما كان توقف لمدة ساعتين فقط. وطبعا هذا النوع من التوقف عن العمل لا يتطلب وضع إشعار عند الوزارة به، ولكن كنا ننتظر من الوزارة ما دمنا نظمنا هذه الوقفات أمام بواباتها أن تفتح بابا للحوار، أن تتعاطى معنا بالإيجابي، أن تنظر في مطالبنا الملحة. وفي هذه السانحة هنا نندد بما قامت به الوزارة من فض الاعتصام، نندد بعدم تعاطي الوزارة مع مطالبنا، كذلك دون أن ننسى سيدي الكريم، دون أن ننسى تنديدنا بتصرف بعض المديرين الجهويين وبعض مديري المدارس في منع المعلم من أداء من ممارسة حقه. يمنعون المعلم من الذهاب إلى الوقفات، يمنع المعلم من الإضراب، من التوقف عن العمل، وهذا حق مشروع، هذا حق التظاهر. أستاذ مولاي الزين، حق التظاهر وحق الإضراب عن العمل حق يكفله الدستور الموريتاني. وبالتالي هنا نؤكد على أننا سنتابع قضايا تلك أولئك المديرين الجهويين قانونيا. طبعا أبرز المطالب التي ترفعها التي ترفعها النقابة الحرة، ولماذا تصعد في احتجاجاتها والعام الدراسي موشك على النهاية؟ البعض يصفكم بأنكم تريدون أن تفسدوا العملية التربوية، تأخذون الوزارة من اليد التي تؤلمها. ابدا، مطالبنا استاذ الكريم بسيطه جدا وليست مطالب تعجيزيه، انما نطالب بتحسين ظروف المعلم الماديه والمعنويه، نطالب بتحسين المنظومه التربويه بالمناهج التربويه، تلك المناهج التي اثبتت فشلها، التعليم اثبت فشله وقد شهد بذلك هرم السلطه رئيس الجمهوريه في غير مناسبه بفساد هذا القطاع، بفساد التعليم. وبالتالي نحن نطالب باصلاح هذا القطاع، واصلاح التعليم لا يمكن ابدا ان يكون الا اذا مر عبر المدرس، عبر تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس. أي إصلاح لا يأخذ المدرس بعين الاعتبار، لا يأخذ وضعية المدرس يعني المادي بعين الاعتبار، هذا إصلاح لن يؤتي نتيجة. كل المقاربات التي تتبناها والطرح الذي تتبناها النقابات التربوية تقول بتحسين الظروف المادية للمدرس والمعلم وتحسين المناهج، يعني هل تم تنسيق بين نقابتكم الحالية بشأن عريضتكم المطلوبة؟ وهل كانت المطالب تتضمن
مطالب قديمة يعني هناك نفس المطالب ونفس العرائض المغربية لدى بعض النقابات التعليمية. أستاذ الكريم لم يكن هناك أي تعاطي مع عريضتنا المطلبية بأي شكل من الأشكال. حتى تجيبوا على سؤال. نعم سأجيب على سؤالكم. لا يوجد أبدا تعاطي مع مطالبنا. فيما يخص سؤالكم بخصوص أن ما ذكرنا من تصعيد بالإضراب أن البعض يظن أنه توقيت غير مناسب. لا هو توقيت نحن لوحنا فقط بإمكانية مقاطعة الإشراف على الامتحانات بمقاطعة التصحيح، هذا لوحنا به فقط، والكرة في مرمى الوزارة في مرمى الجهات المعنية، يمكنها أن تمنع ذلك عندما تفتح بابا للحوار مع النقابة الحرة للمعلمين الموريتاني، عندما تنظر في مطالبنا المشروعة، تلك المطالب التي لا تعتبر تعجيزية أبدا، مطالبنا تقتضي رفع رواتب المعلمين، زيادة معتبرة لرواتب المعلمين، زيادة العلوات وجعلها على كشف الراتب وجعلها طيلة السنة 12 شهرا بدلا اقتصارها على أشهر سنة دراسية فقط. مطالبنا بتحسين التأمين الصحي، ذلك التأمين الذي طبعا دون المستوى ودون المطلوب، وقد اقتصر على المستشفيات العمومية دون العيادات هي الخاصة. هي عارضة مطلبية أيضا طويلة. هل التقيتم وزير التهذيب الحالية بشأن عارضتكم المطلبية؟ البعض أيضا يعتبر أن تزامن الاحتجاجات في بعض القطاعات وبينهم التعليم كالصحة وغيرها له بعد سياسية، خصوصا أنه يأتي في موسم سياسي بامتياز، يعني انتخابات رئاسية على الأبواب ونهاية السنة الدراسية وامتحانات نهائية ومسابقات وطنية، وأنتم تضربون وتلوحون بعدم إشرافكم على الامتحانات الوطنية. الاتهام مردود عليه، متهم ممارسة النقابة السياسة. أو ليس واردا؟ لا أبدا، مطالبنا لم تكن وليدة اللحظة، مطالبنا منذ أن تلوحون بعدم إشرافكم على الامتحانات النهائية. نعم بكثير في غير من هل كان هذا مسؤولا؟ نعم مسؤولا. هل هذا تصرف مسؤول؟ نعم عندما تتجاهل الوزارة المعنية، عندما تتجاهل الوزارة المعنية مطالب مشروعة للمدرس، عندما تتجاهل وضعية المدرس المزرية، عندما تتجاهل وضعية التعليم المزرية مخرجاته ضعيفة جدا، عندها يمكننا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتاني ويمكن لأي شخص يرى مشروعية هذه المطالب ومشروعية هذه القضية أن ينصفنا عندما نلوح، وهنا أؤكد أننا نلوح فقط، وهذا القرار لم يعد يعني بصفة رسمية، لم يخرج بصفة رسمية حتى الآن، عندنا الحق في أن نلوح بمقاطعة تلك التصحيح المسابقة وكذلك بالإشراف عليها، هذا أمر طبيعي جدا. أستاذ الكريم، ما يخص سؤالكم الوزير، للأسف التام حتى الساعة لم نلتقي بالوزيرة التعليم الجديدة، قد أعطتنا ميعادا وقبل هذا جرى اتصالا معنا تحدد لنا فيه ميعاد اللقاء، ولكن أخلفت ذلك الموعد، وهذا دأب وزارة التهذيب الوطني ودأب الوزراء يعطون الموعد من أجل تحقيق وقت. شكرا جزيلا لكم مولاي الزين سيدي أمين الإعلام، للأسف أضطر لمقاطعة، أمين الإعلام في نقابة الحرة المعلمين الموريتاني، شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيفنا في هذه النشرة.